محمود الساير ابو زول. مرحبا بك يا محمود، وان شاء الله تكون سامعنا. بس الناس تشير شويه. مروان فتحي، طيب زياد، واحد اكتب لي انا حاجه لو الصوت مسموع عشان طوالي نخش في الموضوع بتاع ابو الجندب لانه هو ما قادر. يا الله، انا والله في زول ديما بيتصل علي عندهم حاجه كده، بس بيخش علي بالتليفون. انا ما ان شاء الله بس صوتي مسموع. بس مساء الخير يا عبد العزيز اخوي، وانجي الدور ان شاء الله بس مسموع. والله يا اخ بنورك يا اخوي يا اخي. سعاد سعيد، مرحبا بك. انا ان شاء الله بس قريته صح، ان شاء الله سعاد ولا لانه SUAD. الحمد لله، والله تسلم يا مانجو. يا مانجو يا تفهم، مانجو بورتا ولا مانجو كومودونجي ولا مانجو يا. مرحبا بك يا تينا تين. والله الناس بتكتب اسماء كده، اي دونت نو مان، انا ما بعرف اقرا. اوه حسن شكور مسموع. ما الخراج يا اخي، مرحبا بك يا اخي. مرحبا بالخراجة والناس بتاع دار الريح كلهم، والناس اللي في كورما وفي طويله، والناس اللي قاعدين تحت هناك في نحيز. اخونا بتاع امبرنا ده، امبرنا شغال كويس ما مقصر، بحييه من هنا. وحنخش طوالي في الموضوع، الصوت تمام 100%. مبروك محمد رحمه الله، الحمد لله الفرد ده يا صاحبي الليله. لانه نحن خلاص زهجنا، والحاجه دي المواطن السوداني ذاته مل من الكذب. يعني الناس شغالة كذب وشغالة لف ودوران. المواطن السوداني عارف المشكلة وين، الناس عارفين الإشكال بتاع الحرب دي ذاته وين، وعارف التركيبة بتاعت الجيش دي ذاته والخلل اللي فيها ذاته. المواطن السوداني شايفه. الناس سكتوا مش خوفا من الناس التانين، لكن الناس سكتوا عشان حاجات معينة بس، لانه ما دارين يشقوا صف الناس في الوقت ده. لانه نحن عارفين انه يا كلام بنقوله في ناس بس جاهزين عشان يفسروا لاسباب عنصريه طوالي. اي حاجه تقولها حتى لو في صالح الناس في الصالح العام، طوالي حيقوموا يحولوها لك على اساسات انك انت داعم فلان ولا داعم علان، وحيقوموا يتشتتوا على الاساس ده. وده الترويج الروج لو من قولتيت من وقت الحرب دي بدت، من وقت البرهان ده قاعد في الجحر بتاعه ودخلوا فيه الجنجويد ده. الزول ده لو زول راجل صحيح ما السلوك بتاعه بعد ما طلع من الجحر ده ما بيكون بالطريقه دي، والتعامل بتاعه المفروض يكون يتغير 360 درجه. لكن الكيزان ده ديدنهم ونحن عارفين. والعسكري الشايل البندقيه اللي قاعد في الشارع حس العسكري الرغيب مين صالوا للاتحاد التماشي، هم عارفين الكلام ده كويس، لكن هم عارفين انه البديل حيكون الجنجويد، وهم عارفين انه الجنجويد التعامل معاه حيكون كيف. ده السبب اللي بخليهم هم مصرين انه يكونوا واقفين في الجيش، وانه ما يتمردوا، وانه ما يتخذوا اي خطوه برام. عارفين عشان انه هم الجيش ده لو اتفرتك السودان حيتفرتك. لكن الجيش ده المشكله في القياده حقته، المشكله ما في الجنود تحت، حتى الجندي اللي قاموا عدموا في جنوب كردفان نحن سكتنا. مروا لنا ساي اللي اتهموا بخيانه وبعناية وده، وسكتنا ساي. لكن نحن عارفين انه الخاين الكبير البرهان ده. طبعا هم ما دارين الكلام ده، وما يحب يقول لك يا اخي انت ما تيجي الكائن. الزول ده مجرم، الزول ده مجرم، الزول ده هو اللي قاعد يسلم المناطق دي واحده 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 بعد الثانيه عشان يركع السودانيين. السبب كله في النهايه عشان السودانيين يصلوا لمرحله معينه انه الناس يضطروا يقبلوا بالنازل. يضطروا يقبلوا بالنازل، ده الهدف بتاع البرهان ده كله بالمطبلات حقينه. يا اخي البرهان ده القياده بتاعت الاركان ده زول مجنون. هسه لو جو مشوا، لو جو ناس التحليل، اي زول بتاع سايكولوجي بسيطه قامت عملت بس قعدت مع الزول بتاع الاركان ده 10 دقائق، بتاع الاركان ده مجنون، ده ما مؤهل. الزول ده برا الشبكه، الزول ده ما ممكن هو يقود جيش في معركه بالحجم ده، ما ده مستحيل ذاته عشان يوصلنا لنجاح، عشان يوصلنا لانتصار، ده مستحيل. ده مستحيل، الكلام ده سابع مستحيلات الدنيا. ما ممكن زول مجنون ينتصر في معركه، ده كلام ما 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 ما, ما في ما في. طبعا هسه هم الكلام ده الليله حيوجعوا، لكن زولكم بتاع الاركان ده مجنون. والزول النايبو ده خاين، الزول النايبو ده خاين طوالي.
مش عشان بقول لك أدلة وما الزول النايب ده خاين، والزول اللي قاعد مع البرهان في مكتبه ده مجرم، ده المجارم وده الخونة. الناس اللي قاعدين حوالين البرهان ده كلهم بين خاين وبين مجرم وبين مرتشي وبين قاتل وبين جنجويد كلهم. اما الزول اللي اسمه لا بتاع ابراهيم جابر وخاطينه كترميز تضليلي، الجنجويد عارفين الكلام ده. انت قايل انت بتلعب على انت قايل انت براك بتمشي تقرا كتب، ما الناس كلها فهم الترميز التضليل الحاصل جوا الجيش شنو. وابراهيم جابر انت قايل هو مغفل انه ما فاهم انه انتوا قاعدين خاتينه كترميز تضليل عشان في النهايه لما تقتل اهله ويقول لك انه ولدكم ذاته كان هو ما فاهم الكلام ده. الناس دي فاهم الكلام ده كله لكن الناس ساكته، والشعب السوداني ذاته بيراغب بعين لا 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 زي ما يقولوا بعين الحكمه، بعين بس بعين فيكم انتوا دارين توصلوين. الناس دي تعبت، الشعب ده ما يتين طلع. الجنجويد ده ما خلوا حاجة كده ما طبقوها في المواطنين السودانيين، لو في الجزيرة لو في الخرطوم لو في المناطق، حتى طبعا الناس بالأنجحية وبالقلة الأدب بيقوموا بيتناسوا الحتة بتاعت الجنب الجيل هنا بتاعت حجر العسل. الجنجويد شغال فوق شنو دارين انتوا دارين انتوا الكذب ده ما يا اخي، الرياء والكذب ده ما بيحلك يا اخي. يا اخي تكلموا الحقيقة، الجنجويد شغال انتهاكات في حجر العسل ذاته. حجر العسل دي ميشان دي هنديك لا مش تقوم تضاري وتغضغض. الكذب ما بيوديك لقدام، قول الحقيقة، قول الجنجويد ده شغال انتحاقات في حجر العسل وشغال وقاعد فوقه وبيدوم منه وبيعزف في الناس وقاعد في الجيلي وقاعد في 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 بنفس المستوى، قاعد في الجزيرة وقاعد في دارفور وكل المناطق دي شغال نفس السلوك ده. لكن انت لما تجد كذب انت ما بتصل لحل. الناس لازم يواجهوا مخاوفهم. المخاوف الحقيقية الناس الصنوع المتخيل الخطوة علينا انه لو اتغيرت حياة الاركان انه الجيش ده حيشتت، ده كذب. الجيش ده الجنود دل، والشعب السوداني ده واقف مع الجنود ما واقف مع الغادة دل. الغادة دل قاموا قتلوا الناس في القيادة العامة، الشعب ده شايفهم والجنود دل في مالكان بيبكي وفي مالكان ما عنده سلاح وفي مالكان ما قدر يعمل اي حاجة، والشعب السوداني هو غفر لدل ما غفر لكم انتو. الناس اللي بيطبلوا للبرهان وشابكيننا الكاهن وشابكيننا الغيامه وبيلعبوا طبعا بيلعبوا بينا، يعني في واحد بيجي بيقوم بي 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 بيدق حر والتاني بيقوم بيرقد. يا اخي الشعب ده انتوا الكيزان، احنا يا اخي الشعب ده شاربكم، الشعب ده مش تمكين بتاع 30 سنه اللي هو شايفه بتاع كنا. الشعب ده برجع معاك في تمكينك ده من بعد الانقلاب بتاع هاشم العطا. الشعب ده عارف انه انتوا شغالين شنو من الفتره دي، لكن الشعب ما داير يخش في تجربه مستحيله مع الجنجويد. التجربه بتاعت الجنجويد دي بتعني الفناء، ده السبب الوحيد اللي بخلي الشعب السوداني هسع. الناس كتار، انت قال ما قال هنا الكيزان، انت قال الناس دي ما عارفه السبب الرئيسي للمشاكل دي كلها هم الكيزان دل. العمل الجنجويد الكيزان، العمل الانقلابات الكيزان، القطع الطريق امام الاتفاقيات بتاعت السلام بتاعت قرن الكيزان، القتل العمل الجرائم بتاعت ناس بتاعت شهداء رمضان هم الكيزان، القتلوا ناس محمود محمد طه هم الكيزان، القطعوا الناس ايادين من خلاف هم الكيزان، المشوا باعوا الفلاشه ذات هم الكيزان. اليهود الفلاش هسه الكيزان عاملين قضيه غزه، ولما الناس تجي تبدا لايفاتها نحن غزه وفلان بيتكلم بيقول ما دعم القضيه الفلسطينيه نحن ضده. انت كذاب يا اخي، انت راجل كذاب ساكت. انت ناسك ديل، انتوا اللي بعتوا الفلاشه وانتوا اللي دعمتوا اللي هنا وانتوا اللي عملتوا المشاكل وانتوا دخلتوا السودان في المشكله الاسعه دي، دخلتوا انتوا. حتى السكوت العالمي عن القضايا وعن الاجرام اللي بيحصل بسببكم انتوا، لانه العالم ذاته مستفيد انه في حاجات في السودان ده لازم تتدمر. من ضمنها ذاته الترسانه العسكريه بتاعت الجريتو خلوتوها بتاعت اليرموك دي لازم تتدمر، لانه دي كانت هي الممول الرئيسي لناس غزه دي لناس حماس، وما قادره والعالم ناس حماس والمناطق دي ما قادرين يوصلوا لاستقرار بسبب كوريتو. عشان كده العالم الغربي هسه الناس المراهنين على امريكا ولينا ما زيهم كهربات يومان، ما عندهم لا حاجه. خلي تتدمر مصايبك، خلي تتدمر، لكن المواطن المسكين ده تخش له شو؟ الحاجة الثانية والموسفة والحاجة الحقيقية انه اول ما جات الفكرة بتاعت قلنا يا اخي الناس يبدو استنفارات ومصايب، الكيزان جي طلعوا في الاستنفار. الكيزان جي دخلوا جوا المعسكرات والكباش الكضاب جي قال لك قال انه ما يجيني زول في المعسكر بلابس شعارات بتاعت حزب ولا شيء. كذاب، ما في حزب غير الكيزان ديل الجوك هناك، ما في حزب كده، ما في زول محزب جاء قام اعلن عن حزبه داخل المعسكرات ده الا الكيزان. الناس الثانيين دي كل الاحزاب الثانيه دي كميه من اولادهم شافوا المعاناه وشافوا الجرائم اللي ارتكبت في حقهم هم مش يتجندوا،
بس اتجندوا والتزموا الصمت لانه دي قضيه وطنيه. ما قاموا عبروا عن هم انتماءاتهم الحزبيه وين كان هم اكس ولا واي، ما تكلموا عنها الا الكيزان. وما في حزب في الحرب دي قام عمل له كتائب ويتبناه الا الكيزان دل. الكيزان دل هم سبب المآسي دي كلها سبب. حتى لا 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 الاعلام بتاع الحرب دي قاموا يتبنوا الكيزان والشعارات الخطابه وشعارات دينيه كذابه. وحتى الشيخ الكبير عمك اللي اسمه منو ده عمك المعرض ده شيخ مجرم، قال انه يا اخي دار يحول لنا الحرب بتاعت الجنجويد دي حرب دينيه، نحن ضد الحرب الدينيه، الجنجويد دي الناس مسلمين بغض النظر عن هم تشاديين ولا هم اسرائيليين ولا هم يهود ولا هم جايين من النيجر، الجنجويد دي الناس مسلمين ونحن ما دايرين حرب دينيه جديده وما دايرين خطاب زي الخطاب اللي قاموا طلعوا الجهله قبال يومين في زول لعب الكوره ولا مش ده، قالوا انه طلع الصليب يا اخي ده سوداني ولعب باسم السودان، ده ما يكفي براوي انه سوداني يا اخي، الناس دي ما دارت تطلع من التخلف حقها ده ومن الكذب حقها ومن الانجحيه حقها دي، كم ما مرقت من الكلام الفارغ ده ما حتنتصر، ولو ما غيرت الجيش ده ولو ما غيرت قيادات ومش تجي تدوم الناس تحت تلوم الجنود ان الجنود قاعدين يفروا، الجنود ده ما بيتحركوا خطوه من غير ما تعليمات النازل، الزول اللي اسمه بتاع 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 مدني ده، مدني دي ما سقط على البرهان، الزول ده ليه ما دارين يجيبوه يقتلوه؟ المدني سقط على البرهان وبتعليمات منه لانه قروا في 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 الويب بتاع الخارجيه في لا 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 في الموقع بتاع الخارجيه الامريكيه انه الامريكان بيقوموا بيترجوا السودانيين انه يتجنبوا لا 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 الحرب العسكريه داخل مدني، مدني سقط على البرهان ذاته، المسؤول الاول من مدني البرهان، ما الزول داك، الزول داك سايته مو بشغل سايته، والزول داك عشان قريبه ذاته عرفتها؟ وقريبه عشان كده التزم الصمت، لكن لما جاء لما الناس كورك ويغيروا الزول اللي اسمه بتاع 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 سنجا ده غيروا على طول، وبتاع سنجا ده على فكره وكان قاعد في دارفور زمان، بتاع سنجا ده نفس البرهان وكان شغال تحت البرهان، وبتاع سنجا ده كان هو بيشرف على الجرائم ذاتها بتاعت الجنجويد ده، بتاع سنجا ده المفروض يمشي يتكتل والبرهان ده ذاته، انا قبل كاتب كنت اضحك مع ناس، لكن البرهان ده لو في قانون جد البرهان ده ذاته مفروض مصير الدروة طوالي، البرهان ده هو جاب الدبيب ده دخل السودان وهو دعم الجنجويد ديل من وقت كان ملازم، من وقت هو كان مع الدابي هو لافي مع الجنجويد ديل وصنع الجنجويد ديل يحد ما الجنجويد وقت جابوا سلاحهم الكثير ده وشايف وفاتح لهم المطارات ومكن لهم ومكن له وسرهم وخلى انه الداخليه السودانيه تطلع للجنجويد جوازات في النيجر، الجنجويد دي بيجي من النيجر شايل رقم وطني، ده كله عمله البرهان ده، والناس بيجي بيقول لك انه الجيش ما داري، المشكله ما في الجيش، المشكله في البرهان والقياده حقته، المشكله في ناس ياسر العطا ده الاسع بيمرق بيكذب وسكران وبيخش الناس وبيقعدوا بيضحكوا على الناس، الناس زي الناس مجرمين، الناس مفروض يتكلموا تبرع عديل، الناس زي المجرمين الغاده بتاعنا الجيش زي المجرمين، والغاده ديل هسع كلهم عندهم مصالح بتربطهم مع الامارات، والغاده ديل ناس تجار والغاده ديل ما حيخلصونا من الجنجويد، ما معناه انه نحن نقيف ندع نقول انه يا اخي نحن اصلا وقفتنا مع الحرب دي مع ناس محمد صديق مع الـ مع الـ مع الناس اللي في الشارع. معليش يا اخي جاتني مكالمه، نحن وقفتنا دي اصلا مع الزول الشايل بندقيه في الشارع، مع الناس اللي قالوا انه الجنجويد ده قتله، مع دل، مش مع الجيش ده، الجيش ده في غيادته دي احنا والله احنا رمينا طوفه، ما تجي تشبكونا كاهن وما كاهن ومشى ولعب سياسه ما في تدخل خارجي بيجي البلد دي، البلد دي ما فوقها خير، ما فوقها شيء عيني كده الناس تحصل عليه ما في اي حاجه، الذهب ده بياكلوا الجربانين ناس الامارات ديل وناس فاغنر والمصايب ديل، البلد دي اللي بيخش في مستنقع عشان يتورط بسنين ما في زول ما تسمع الكذب بتاع الغحاطه، والغحاطه بيقولوا الكلام ده عشان هم بيجوا يعني ده ابتزاز سياسي، يجي يقول لك ان يا اخي الحل الا تمشي تتفاوض ونحن نكون جزء من التفاوض، والغحاطه ديل الكلام اللي بيقول فيه خليفه دنقر بتاع انه هم الناس ديل حريصين على المواطن السوداني والحرب لازم تجيب، الحرب دي ما كانت شغاله في السودان كله، الحرب دي ما شغاله في النيل الازرق، شغاله في 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 دارفور، شغاله في جنوب كردفان، شغاله وين؟ الحرب دي ليه في الوقت ده ما كان يتكلموا؟ لانه الحرب في الوقت ديك الطرف بتاع لا 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 الطرفين بتاعنا ما بدي الحق ان يخشوا الاحزاب ديل عشان يلقوا نصيب. ما في حاجة ما كان عندهم مصلحة انه الحرب تجيب، لكن الليلة حاربهم دي عشان عملوها هم وبجنجويدهم، وطبعا عملوها هم والغحاطة بيقول لك الاتهام ده اتهام كيزان، نحن ضد الكيزان وضدك انت، ونحن اتكلمنا في الاطار ده قبال ما الكيزان يفتح خشمون، من انا شفت كمال عمر ده جاء قام دخل الحتة بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت الـ
الميتنج بتاع المحامين وكتبوا الورقه بتاعت المحامين الاولى. الورقه بتاعت المحامين الاولى دي ارتكز على الاطار ده كله قائم على الشغل ده. الاطار ده لما يقوم على الورقه بتاعت المحامين اللي كتبها كمال عمر، امشي شوف كمال عمر ده تاريخه. كمال عمر ده الناس اللي زرعوا الشجر دي ذاته بتاعت الكيزان ده. كمال عمر ده حيطلع الكيزان كيف من جذورهم؟ انت حتخشوا شوف على الصور ولا حتخشونا نحن؟ كمال عمر ده زمان نحن لما يمرق يكورك في التسعينات في الاعلام، ولما يقوم ينبز ناس علي 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 عثمان، نحن ما كنا عارفين كمال عمر قاصد شنو. نحن كان بيقول لك انه اتاكد تماما انه قد اجتمع الشيخان علي 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 عثمان معناه قابل الترابي. الكلام ده نحن عارفينه كويس. يلا ناس كمال عمر ده ما ممكن يكون عندهم خير في الدوله السودانيه دي. وكمال عمر ده امشي شوفوا ادوارهم في الاتفاقيه بتاعت مشاكس، مش كشخص هو، امشي شوف دوره كحزب. وكمال عمر ده الحكومه بتاعت البشير دي سقطت الثوره دي، السنوسي ما كان فوقها، السنوسي ده ما كان وزير فوقها، السنوسي ده وقت الناس قال لي يا اخي الثوره دي جايه والحكومه دي حتسقط، ما قال لهم حنسقط مع الرب زي ده. كما السنوسي ده امشي قول له لناس السجاد عمار السجاد ده خليه يمشي يقول له انه يا اخي السنوسي ده ما كان قاعد في الحكومه دي. امشي اساله كمال عمر ذاته قول له السنوسي ده وقت الحكومه بتاعت البشير بتاعت معتز سقطت، السنوسي كان ماسك فوق شنو؟ الاسلاميين دي هم عباره عن حاجه واحده، ما في حاجه اسمه مؤتمر وطني ولا مؤتمر شعبي. الناس دي هم كتله واحده وشجره واحده اللي هي الحركه الاسلاميه. الحركه الاسلاميه التمكين بتاعها بدا من الستينات والسبعينات. الكلام بتاع انه التمكين بتاع 30 سنه ولا 20 سنه ده كلام فارغ ساكت، ولا يخش الناس ولا الناس يتخشوا ورا القحاته دي. والقحاته دي هم في الاخر دايرين وظائف، دايرين انه فلان يبقى مدير وعلان ويجيبوا لك معارف ودي الوسخان حرام الله حرام الله حرام الشاشات ده يدوا وظيفه وفلانه تجي وعلانه. انا ما اقدر اسمي الناس، لكن في النهايه هدفهم هدف بتاع وظائف. الهدف ده ما بيخدم الشعب السوداني ولا بيحل مشاكله من الجذور. والحاجه دي الزول بيفهم يمشي يشوفها. ناس الحلو ده ما مشى جروا مشوا التفوا ولا التقدم بتاع حمدوك ده. التقدم دي القضايا الجذريه بتاعت السودان، القضايا المتعلقه بالرقيق وعلاقه الدين بالدوله وتدخل الجيش في السياسه، القحات الحاجات دي ما بيناقشوها لك نهائي. علاقه الدين بالدوله والمواطنين والاغليات والعلاقات تحت الرقه القديمه، لانه في اشكال حقيقي في السودان ده. والحاجه دي ظهرت في الحرب دي، ظهرت في مناطق كثيره، انه الناس المسترقين والناس اللي كانوا هم احفاد للرقيق، الناس انتقموا من الناس في الحرب دي. الناس ينتقموا من الناس في مناطق كثيرة، كان في الجنينة، كان في الخرطوم ذاتها، في محلات الدوافع اللي انتهقوا بها الناس. والكلام ده ما حيقولوا لك خليفة دنقر ولا غيره، لأنه دي الحقيقة. انه في علاقات تعرق قديمه في المجتمع السوداني ما تمت معالجتها. الحاجه دي سببت انتهاكات، الانتهاكات دي ظهرت في الجزيره، ظهرت في الخرطوم، ظهرت في الجنينه. الحاجات دي ناس قحطه ما في اولوياتهم، ما عندهم لا اي حاجه، ولا بيقول لك دي من جذور الازمه ولا عندها علاقه بالازمه. لانه في ناس في الدوله دي بيفتكروا انه في ناس ثانيين استغلوا التاريخ حقهم القديم، تاريخهم القديم ده، عشان يبنوا نفوس لنفسهم، لو نفوس سياسي، لو نفوس اقتصادي، لو نفوس معنوي ساكت. الكلام ده بدا خصما على مكونات ثانيه. المكونات الثانيه الاسيا دي لما جات الحرب دي لقت انه دي فرصه عشان تنتقم من المكونات اللي كانت عندها الامتياز. القحاته دي الكلام ده ما في كتاب ولا بيعرفوه ولا بيفهموا ذاته ولا الله قال. حتى الظاهره بتاعت اللاعب بتاع الكوره اللي امبارح ده انه ظهر عنده صليب في المباراه والناس يتنمر عليه والناس ما يتكلموا، ده جزء من الاشكال الحقيقي على اخت الدين بالدوله. انه اللاعب المواطن السوداني ولا الناس الطير الكيزان ديل ما قادرين يفهموا إن السودان ده دولة متنوعة، وفي ناس ما عندها يعني بتلمك معاهم المواطنة بس، ما بيشتركوا معاك في الدين ولا بيشتركوا معاك في عقيدة. طبعا ده في ناس كثير بالذات من الناس الداعمين الجيش يقول لك طالما هما ما معانا في الدين معناه هما مواطن، معناه هما من حقه يكون قاعد في الدولة دي، وده كلام فارغ ساكت. ونحن ضد الحاجة دي. والجيش ده لو هو بيدعم الناس دي عشان ولا هم بيدعموا وهم ده سلوكهم نحن ضدهم من هالسنة، عشان ما يخشوا الناس ولا يخموا الناس بالفارغة نحن ضدهم. لو هم يميزوا بين الناس على اساس ديني ولا على اساس عرقي ولا على اساس جهوي نحن ضدهم طوالي. والكلام ده يعني مش هنا، والكلام ده تحريض لكل الناس. لو الناس دي لو ما غيروا سلوكياتهم، لو القياده بتاعت الجيش ده لو ما غيرت حياه الاركان والطاقم حقها والناس وليه الليله نحن ما شفنا الزول الماسك الامداد؟ وين الغايه بتاع الامدادات وين؟
ان الحاميات ناسا وطبعا الغاده الكبار اللي خلوهم ماتوا انه ذخيرتهم انتهت. ده كله لعب عمله البرهان ده. ده كله شغل عمله البرهان المجرم ده الكائن بتاع الطيور ده. ده كله لعب عمله هم. مين الزول اللي اسمه ياسر بتاع نيالا تم سقوط نيالا كيف وياسر تم قتله ودفنه وياسر ده ارجل من النازل. تم قتله في نيالا وقال لك بعد ما الحامية سقطت انه ذخيرة ما في. وطبعا بيجي بيقول لك والله البرهان ما قال ما عنده ذخيرة وما قادر يجيب. يا اخي الاحزاب دي ذاتها الاحزاب الاسي مع الجيش ده. الاحزاب دي زمان كان بتقدر تجيب ذخيرة من 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 العراق من ايران من وين. الاحزاب دي ما تمشي تجيب. الاحزاب خليك من الدولة الاحزاب ذاتها ما تمشي تجيب. الاحزاب هي تمشي تجيب لكن هم عارفين انه الحرب دي حرب جزيرية لأن الدولة السودانية القديمة هي تحالف بقارة مع تحالف بتاع نخب مركزية. وده ده كلام أنا آسف عشان نقوله وده كلام غبلي لكن الدولة القديمة هي تحالف البقارة دين مع التحالف بتاع البقايا بتاع الدولة القديمة إنجليز عيال تراك عيال شنو مع النخب القديمة دين هم كان تحالف البقارة. البقارة هم الأوتشيل يعني القشرة الخارجية للدولة. الناس بتاع النخب دين متمثلين في الجيش كان ناس عبود ولا كان غير هم كان بيمثلوا اللب بتاع الدولة ذاتها. يلا لب الدولة ده لما نحسها انكسر هم خايفين كان مستفيدين منها منو ناس هسع الكلام اللي بيقول فيه اللي بيسوي فيه والزول اللي اسمه الفاضل مبارك الفاضل عارف بيسوي في شنو وعارف انه ده الحلف التاريخي له وعشان كده داري حافظ عليهم بأي تفاوض وعارف انه الجنجويد ديال الحرف التاريخيين له لجدوده من المهدي الكبير للدولة بتاعت عبد الرحمن المهدي للصادق المهدي الأمس ده انه ديال هم اللي بيحافظوا على مصالحه على امتداد التاريخ ده كله بيحافظوا على مصالحه بناء على شنو انه هم يكونوا يقللوا يصنعوا التهميش مش التهميش بس بالإخصاء من إنك إنت ما تلقى وظيفة. التهميش ده ذاته في بنية اللولة إنه الزول بيجي بيدمر السلم السلام والبيس بتاعك ده الأمن الأمن بتاعك ده الزول اللي بيدمر الأمن بتاعك ده ذاته تهميش. الزول اللي بيجي وده أخطر أنواع التهميش لأنه ده لما إنت تفقد الأمن إنت بتفقد إنسانيتك والزول اللي بيجردك من إنسانيتك ده الجنجويدي ده. عشان كده نحن وقت الحرب دي قامت نحن قلنا نحن مع الصف اللي بيحارب الجنجويد كان بيقى جيش كان بيقى شيطان رجيم كان بيقى هناك ونحن معه. أنا قلت الكلام ده ذاته ليه لأنه أنا عارف الخلل الرئيسي. الدولة دي مكونة من اثنين القشرة الخارجية الناس المسيطرين على الجيش العصابات داخل الجيش دي كان هم بيقوا أحزاب كان هم بيقوا أتراك مواليد كان وطبعا أنا كلهم بشوفهم سودانيين مش عشان كلام أتراك وأتراك ده والحاجة دي في الجنجويد موجودة كتراجي مصطفى رستم أبو طالب تراجي ده تركمان ده الشيطان المدور البلد دي. ناس أصلا ما عنده علاقة بالروتس بتاع البلد ما عنده علاقة بالقبائل والتكوينات حقتها القبلية تحت. ناس علاقتهم معانا بس علاقة بتاع جزور سطحية ساكت. الناس دي هم غير بيصنعوا الفتن في مجتمعاتنا ويحرضوا مرة هنا في شرق السودان واسي الليلة كلهم ظهروا ناس انفصالين وكانوا ناس غرب السودان دي هم شايلين بنادق والناس مناوي دي وكانوا الناس حشدوهم وقال لهم يا مناوي انت تمشي تبقى معارضه وتمشي تحارب ناس شرق السودان. بدوا كانوا سايقين خط زي ده في الكلوب هاوس والناس ما انتبهوا له لكن ده خط عجيب ده خط فتنه. الناس بتاع غرب السودان كاهالي ومواطنين وكسكان مشوا المناطق بتاع شرق السودان دي من زمن الحرب الايطاليه ومن قباله زاد من زمن المناليك كان يتوسع في اراضي في كزلة وفي اراضي في القضارف والمناطق دي. في ناس مشوا في الحرب دي واستقروا هناك لا وفي ناس مشوا زمن الجيش بتاع المهديه مع ناس على ما اتذكر مع ناس 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 زاكي تمل تقريبا مشوا في الوقت ده وفضلوا في المناطق دي وفي من اللي تزاوج مع الحبش وفي من اللي تزاوج مع السكان الاصليين وقعدوا في المناطق دي وما عندهم اي شرق السودان بلد امن ما فيه اي مشاكل حتى المشاكل البسيطه اللي كان بيسيروها بين البنعامر اهلنا وبين الهدنده كانوا وراء ذات وناس معروفين. الناس المعروفين ده كلهم هم الليله جنجويد اسي يزل
كان بينفخ في المشاكل بتاع شرق السودان وان شرق السودان ده يتحول لبوره ام الليله كلهم جنجويد، كان ظاهر في العلن ولا كان خفي؟ حتى المشاكل بتاعت كانوا الناس اللي بيصيروها بين شمال السودان وبين غرب السودان، الناس الحقيقيين الناس الجدجد عرفوا انهم كانوا خاشين سايقينهم بالخلا. انا اشرب مويه لانه صوتي ده يا اخي معلش يا اخي. يا الله يا يلا. المشكله الحقيقيه كلها انه في زول بينفخ في الصراعات دي، والناس دي لو عاينت لهم هم الروتس بتاعهم ذات وروتس سطحي زي جذورهم يعني علاقتهم مع المجتمعات تحت ما في شبه معدومه ذات، ما في زول فيم ذات وسع ارجع معه قول لي تخلق من وين؟ الناس اللي هنا كلهم ما كلهم مقطعين من شجر، ديل الناس اللي قاعدين يفتنوا في المواطن المسكين ده، وهم وللاسف لانه هم قروا وابهاتهم اتعلموا، هم دخلوا في الجيش، دخلوا في المؤسسات القضائيه، هم اتعلموا وفاتوا بعيد، الناس ديل عن طريق تعليمهم وعن طريق النفوذ اللي عندهم، هم قاعدين يصيروا في المشاكل لو في كردفان، لو في الشرق، لو في دارفور، لو في الشمال، والحمد لله ناس الشمال يعني انا ما هناي هم لانه الوعي عندهم كبير، الناس هناك ما 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 قدروا يعني ما 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 قدروا ينتصروا عليهم، لكن للاسف قتلوهم بالسيانيد. وانا شفت الصور اللي بتاعت المطر الاسبوع اللي فات والقبالو، احنا شفنا السيانيد المحلات اللي بيغسلوا فيها السيانيد دي، ولو عاينت المحلات بتاعت الذهب دي لو جيت عاينت الغور اللي حوالينا ما في زول من القريه دي عنده فوقه ولا بير ساي، ما في زول من الغوره دي عنده والله شبر ما في. الناس اللي بيطلعوا اللي هنا ده لو لقيتهم حمر معروفين، ولو لقيتهم زرق اصلا معروفين ناس منه، ما في زول في البلد في المناطق اللي هسع الشالة السيل في شمال السودان والله يعني ده يعني هم الذهب ده ما لقوا منه ولا قطره. البلد ده مختطف مننا نحن كسودانيين. الدوله دي عشان ترجع لنا الناس لازم يغيروا حاجات داخل الجيش ده. البرهان ده يمشي يقعد ده انا ما بخصني، لكن القياده حقته دي منه فوق هو خاين، والناس اللي في اللي حوالينه في الكابينه بتاعت القياده دي كان اسود كان احمر كان بنفسجي كلهم خونه، الناس دي كانوا مجرمين وكلهم شركاء مع الجنجويد وكلهم يدينهم ملوثات، كان مشهد لناس الاستخبارات العسكريه كلهم هم عباره عن خونه ومرتشين، يا اخي بتاع الاستخبارات ده يا اخي عمل عسكري يا اخي المتحركات دي كيف تسقط بالطريقه دي؟ اللي بيموتوا ديل اولاد ناس بالالاف كل مره بيموتوا، كان في الابيض ولا كان هنا في بحري، المتحركات والمتحركات جات من النيل الازرق، وين شغل الاستخبارات؟ والمسؤول منو من الفشل ده؟ انه متحرك كامل يقع في كمين للدرجه دي ويتم اباته بالطريقه دي ويتم سحلهم ويتم تعذيبهم ويتم اهانتهم ويتم التقليل من شانهم ومن ذاتهم، وهم مقاتلين في جيشك انت الجيش نهائي دي بيطين ودي بعجينه، الجيش ده فيه مشكله حقيقيه، في مشكله الاولى في قياده الاركان، المشكله الثانيه في الاستخبارات العسكريه، المشكله الثانيه غياب تام للامداد. الامداد اللي بيجي بيرمي طياره زي الناس قاعدين لهم هم قاعدين في 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 الاسكا، الناس اللي بيمشوا كامبينج بيجي طياره تنزل لهم وان، ده ما شغل حرب، ده ما شغل ده ما تشوين حربي، الجيش ده لو ما داري حارب خلي الحرب تعديل ويفوت. خليه يقول يا اخي يا سودانيين كل منطقه تجي تشيل سلاح وتحمي نفسها وانا ده ما داير الحرب دي وانا خليتها وانا ماشي، الجيش ده قروشك اللي عندك خلينا في 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 الامارات وقروشكم في امشوا خلوها امشوا خلوا البلد دي في سودانيين دي بلد هم حريصين على، لكن بالطريقه دي وبالاهانه ده شغل ني وده شغل الجماعه بتاعينك اللي بيقول لك القاعدين ما بيقولوا لك، لكن انت زول خاين البرهان ده خاين ياسر العطا ده خاين، مش تقول لي ياسر العطا ده قال والكلام اللي قاله في الامارات، ياسر ده خاين، ياسر ده مجرم كذاب، ياسر ده كان بياكل مع ناس غحتي ديل وبيشرب معهم، ولما مرق في الاعلام قال ناس غحتي ديل انه قال ايدينهم يعني كلين، قال انه هم ايدينهم نظيفه، ياسر ده كذاب اشر وكباش شمس الدين ده راجل حمار راجل بليد، الراجل ده يعني هو ما عارف دوره ذاته وشنو ذاته لا في ساكت في الفرغه ومطارد في قروشي وين ويطارد وشغال فساد مع اللي ناي والشغل اللي بيطلعه مجاهد بشرطه تختلف معه ولا تتفق معه الكلام ده حقيقه الكلام اللي قاله اطلع مجاهد ده كلام حقيقي اي زول مشكك فيه دي مشكلته لكن الكلام ده حقيقه الكباشي واردن و و و و و و والزول اللي اسمه التاني بتاعهم ده الناس شغالين يجرم ما تنسى ناس جبريل طبعا ناس جبريل نحن سكتنا خليناهم
هم بيفتكروا انه نحن غفرنا لهم. ناس جبريل ده الكيزان الخلق. جبريل ده هسه شغال جوا بمكن في ناس وعلى اساس قبلي. وجبريل ده وبرضه ناس شغالين يطلعوا في قضايا الناس. القضايا حقت الناس واولادهم ناس بابوري وغيره بالكذب سايقين الناس بالخلق. المشتركه دي اول زول الزول القتل على يعقوب ده فوراوي فوق كل القبائل بتاعت السودان. المشتركه دي ما حقت قبيله ولا تشيل الفضل ده تحشروا في قبيله. نحن ما نسينا اي حاجه. نحن قلنا انه الناس تقيف مع هلا وتدافع عن هلا وتدافع عن ناسها، لكن ما معناه انه نحن غفرنا لك حاجاتك دي كلها. انت مشيت عملت الاتفاق بتاع السلام ده ومشيت واخصيت الناس. جبريل ده كان هو بيقول منو يجي في الاتفاقية ومنو ما يجي في اتفاقية السلام، منو اللي يجي في الاتفاق ده ومنو ما يجي، كأنه هو السودان ده حق أبوه، منو اللي يكون سوداني ومنو ما يكون سوداني، منو اللي يجي باتفاق سلام ومنو ما يجي، حددوا الحاجات دي كلها الخيارات دي كلها خطوها هم طرف، وبعد ده قام جي عملوا شنو ناس 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 مناوي، طبعا مناوي بس هو حاكم إقليم دارفور وعامل فيها عبيط ولاسيا قاعد يستعبط، ونحن عارفين انك انت راجل ما عبيط، لكن نحن ما عبط انت طالما دار تبقى عبيط نحن والله نخليك تبقى عبيط وتصدق انه نحن زادنا صدقنا انك انت عبيط ما عبيط انت ابن كلب مجرم مناوي ده الزول ده ذاته الناس في الجنينه والناس في كولجي والناس وين يا اخي ناس 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 طبعا الحرب دي ذاتها فيها ناس عشان ما تتغشى شفت عبد الله جنى ده عبد الله جنى ده نزولي انا عبد الله جنى ده مناوي ده كان داري يسلمه للجنوي داري يقتله عبد الله جنى ده وكم اول مره زول يقول الكلام ده فينا عبد الله جنى ده وقت ناس مناوي قاعدين عبد الله جنى ده كذا مره مناوي بيعزمه في البيت عبد الله جنى ده مناوي كان داير يقتله وعبد الله جنى ده كان بعيد ومن اوائل الناس اللي كان دايرين ينتقموا للناس اللي قتلوهم في كولجي وللمشاكل وعبد الله جنى ده في كذا مره بيقول انه اتفاق السلام لو بالطريقه دي اخيرا كان ما جينا يلا عبد الله جنى ده كوم مناوي ده مجرم ابن كلب عامل فيها زول عامل فيها عرقوس وعامل فيها اشتبيت لكن ما علينا نحن والله نحن نخليك انت تبقى اشتبيت جد مش تقعد تخش الناس وخامين بالخلا والناس يضحكوا لك ويضحكوا فيك على اساس انت عبيط وانت قاعد تكوش على كل حاجه في الذهب وفي الهنا شغال في الذهب مناوي مناوي شغال في الذهب في مربعات والداله واردن وفي مربعات هسه شغال مع ابو نمو ده اجى قال لي قال نحن ما ماشيين جده هم ما عندهم قرار القرار بتاع جده ولا مبده ولا التفاوض ده كله ده بيمرق من الجيش من الاستخبارات العسكريه، الاستخبارات هي اللي قالت ما دايره تمشي تفاوض وبتجيب لك العرقوزات ديل بتلبسهم جلاليب ولا بدل تقول لهم شو يقولوا نحن ما ماشيين، نحن بنمثل الحكومه المدنيه وهم عباره عن دمى، الناس ديل القرار ذاته ما عندهم، والناس اللي عملوا له حلمان ابو نمو ده زي الراجل فاشل حرامي ساكت، هسه قاعد يسرق في موارد السودانيين، هسه دي بيسرقوا في موارد السودانيين وبيمكنوا لناسهم بطريقه عنصريه، قول تزعل ما تزعل انا دعم المشتركه، والمشتركه دي لو حقت قبيله انا ضدها. المشتركه دي لو الفور ديل ما قاعدين فوق انا واقف مع لو القبائل بتاعت شمال دارفور اولاد الميدوب اولاد منو جزء منهم طبعا الميدوب هم حددوا مصيرهم من زمان وانا بحييهم وانا متضامن مع قضاياهم في السلم وفي الحرب انا مع الميدوب ديل دخلوا النار دخلوا جهنم انا مع النازل هسه هنتكلم كلام ممكن ما يعجب ناس انا مع الميدوب ديل في كل قضاياهم لو طرحوا لو هم ظالمين انا معهم لو هم مظلومين انا معهم النازل كانوا حتى في الوفد الماشي حصل الجنينه في السبعه كروزرات اللي بيقول رسلهم مناوي كان في جزء من اولاد ميدوب والناس دي قتلوهم الجنجوي نحن مشينا فتشنا ورا الكلام ده المشتركه دي ما بقت الا بعد سقوط الجنينه وسقوط نياله ومناوي ده شوف المفارقات العجيبه مناوي ده الحرب شغاله في الخرطوم والجنجوي بدا يخش بيوت الناس ويغتصبوا الناس مناوي شال جيشه ونسق مع الجنجوي ديل براح يتدبى من الخرطوم من المهندسين مشى ليل فاجر قال محايد والجنجوي بيقتل هنا والجنجوي بيذبح هنا والجنجوي بيغتصب هنا لحد ما جاء الفاجر لانه القروش قاعده هنا قال لك قال انا ما محايد ما تقوم محايد احنا زمان انت كان انا بتغير ما تبقى ابقى مع الجنجوي عديل هسه ده مش هدوك سلاح جديد وجابوا لك كروزر امشي ابقى جنجوي امشي ابقى جنجوي في النهايه انت حتقوم مناوي زادك مش تقول لي هنا لانه شعب دارفور ده والله مفتح ما تقول لي انك انت الليله شغالين بالفلاج هنا وتمكن لنفسك وتدخل داك ويجوا هنا يتصوروا ده كذب ساي الحرب دي ما 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 سنار الجوك الحرب ده حرب مصيريه والحرب ده حقت الشعب السوداني انا بحيي الناس في دار حمر ومبارح واول امبارح وشغالين وبرضه في شغل قاعد يتم من تحت
في شغل برضو قاعد يتم من تحت عشان يصدر ناس في المشهد ودار حمر ده ما تشوفوا انه مفصول من الكلام اللي قاعد يقول فيه عمسيب قبل شهر. الكلام ده كله مرتب، الكلام ده كله مرتب، كله مرتب، كله عاملينه لأغراض معينة، بيرفعوا من شأن ناس وبيدمروا ناس وبيقدموا ناس وبيأخروا ناس. الكلام ده كله بيكون عنده سلبياته لقدام. الكلام ده لو الأهالي ما فهموا وما فطنوا له الكلام ده، يعني هسه ناس الجزيرة كمية من المستنفرين حقينهم فصموية ودق، وأولادهم يعني دافع عن مناطق، دافع عن المناجل، دافع عن وين، دافع عن الحتة الكتالون فيها 180. وأنا يعني برضو ديل ناسي وأنا بعزيم والله، لأنه الشيء اللي حصل في مناطقنا الدولة دي عندها ناس بيلعبوا بالناس، بيلعبوا بمنو يقيفوا معه ومنو ما يقيفوا معه، منو حقوقه تضيع ودمه يروح ومنو دمه ما يروح، منو يدعموه ومنو ما يدعموه، منو يشوفوه انه فلنقاه يبقى لهم يطبل لهم ويدعموه ويمشي في خطهم ومنو ما يدعموه، وده كله داخل القياده بتاعت ناصر البرهان دي وداخل الكابينه حقتهم. الشعب السوداني الناس الناشطين الججد دار تقول الحقيقه قولها كامله، لكن الحقيقه اللي بيقولها حاف دي ما اسناد قد. قول انه البرهان ده مجرم، قول انه القياده بتاعت المشتركه دي الناس دي اللي هم فهمون انه نحن ما دارين قبليه، نحن ما دارين حاجه اسمها قبيله، ما دارين قبيله يكون عندها سلاح، نحن ما دارين جنجويد جديد في البلد دي. كفايه جنجويد الفات، كفايه مش تقول لي انا انت عندك غيم ولا انت الله ولا انت الله ذاته، نحن وي دونت كير وي دونت جيف ا فك. انت لازم تعرف انه هوي انه انت ما حتكون بديل للجنجويد، وإن انت ما حتكون يعني جيش بتاع قبيله، كلام ده ما 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 ما, ما فيه رجعه، ولا انت حتكون برا كده للابد تكون لافي في الشارع. والجيش ده لو ما بيغير القياده حقته دي الجيش ده هينهزم، ولما ينهزم الشعب السوداني حيبين له وحيبين له الجنجويد. ونحن حاولنا نسكت، وناسنا اهلنا قتلوهم وبناتنا اغتصبوهم وناسنا شردوهم وبيوتنا اتدمرت ومستقبلنا ومستقبل عيالنا واخواننا كله اتدمر. السودانيين دول في كل ربع الدنيا اتشتتوا، وفي كل زول مستقبله ضاع. الناس اللي ما ماتوا بالمطر، الما ماتوا بالسلاح، ماتوا بالمطر والكوليرا والامراض، والما ماتوا بالمطر ماتوا بالسيانيد. عندلوا هسه السيانيد بيكتل في الناس قدام اسبوع اسبوعين كميه من الحالات تحت الكانسر، ربنا يحفظهم ان شاء الله حتبدا تظهر، بالذات المناطق القريبه لمناطق مناطق الذهب دي. الناس دي والله الله يكون في عونهم، لو في طريقه اللي بيقدروا يمرقوا يمشوا محلات فيها مويه كويسه، يبعدوا من المناطق دي لانه المويه هناك هسه ملوثه، والدوله دي المناطق دي امنه. الناس القروا في جامعه الخرطوم، الجامعة الوسخة دي إن شاء الله الجنجويد تديها صاروا خزينة. الناس قروا كيمياء، قروا طب، قروا شنو، قروا الناس بتاعنا الكيمياء الحيوية، المفروض يمشوا يبدوا يشتغلوا هناك، يسوقوا البروفيسورات بتاعهم بتاع ما في زول قرا بيها. ما الجامعة دي ما قاعد تنتج ناس يتخصصوا في البيئة وكيف انه ينظفوا البيئة، المناطق دي يمشوا يحصلوها. الموية اللي هناك والسيانيد الداخل فوق ده حيقتل الناس دي، حيكملوا هم الناس دي، والناس دي هم زادوا فضلوا شويه، لانه من عبوط رحلهم ودمرهم، والشمال ده انتهى، والجفافات والمرض والفقر والحاجه اللي عملها نميري، الناس دي لسه حيموتوا. اي زول عنده ولده قرا كيمياء، قرا شنو، قرا ما اعرف ليه كيمياء حيويه، الناس دي المفروض يستنجدوا بهم، لانه في مناطق السيانيد تسال، والجماعه اللي بينظفوا الكرته بالذات في مناطق الكرته اللي بيقول لهم الكرته دي بيكبوا السيانيد في احواض، وبيكبوا بعد ذاك الذهب، والذهب اول والسيانيد بعد ذاك. السيانيد ده فاض، المويه شالته، بقايا السيانيد ده حتكتل الناس، حتسوي لهم كانسرات. الناس لازم يتحركوا في الحته دي، ولازم يشوفوا ينسقوا مع منظمات، مش منظمات تحت البيئه ما عندها علاقه بالسياسه ولا هناي. الناس اللي في امريكا اللي في بريطانيا يقوموا يشوفوا المناطق تاع الناس، المنظمات المسؤوله من التلوث ومكافحه التلوث والمصايب دي، يحصلوا الناس دي، لانه قدام شهر شهرين ثلاثه حتظهر الحالات دي، بالذات عند الاطفال والنسوان والبهايم. لو ظهرت العرب، لو شفت السمك بدا يموت هنا، خلاص تاكد انه الحته دي ما نافع، وتاكد انه لو البهايم بدوا يموتوا هناي انت تاني المحل ده اتس نوت غانا بي جود، يعني انت بعد ده تفوت من هنا وتمشي محل يكون فيه امن، وربنا يحفظكم يا اخي، ربنا يحفظ الناس هناك وربنا يحميهم. لكن البرهان ده ما شغل اي حاجه. الكباشي ده اصلا انا الزول الوحيد من زمان بقول للناس الزول انا ما بدوره، بس ما بدوره، حتى وقت قاموا الظاهره بتاعت
وقت الثورة وكيد مشى لجمال عنقرة في بيت ناس جمال عنقرة وقام وقال له يا أخي يا كباشي، قال له يا عب، والناس مرقوا قال بيهيجوا قلت له كباشي ده عب، الناس قاموا زعلوا قال اتصل عنصري. أنا قلت له الزول ده قاعد في المؤسسة العسكرية دي عمره كله، الطيران ده بيقوم بيشيل الدهانات بيمشي برميها في جنوب كردفان وبرميها في مناطق كثيرة، الكباشي ده عمره ما تحرك دموغي. وكلمة عبد ذاتها الكباشي ليه ما اجتهد انه تكون جريمة في السودان؟ ليه ما اجتهد انه هي ذاتها انه الحاجة دي تختفي من الدولة السودانية دي؟ لأنه كان خاطي دي بطينة وخاطي دي بعجينة، لأنه الكلام ما بيعنيه، طالما كان ما بيعنيه معناه هي doesn't care. يلا الكباشي ده عشان كده ما عنده شغلة بالزول. كباشي ده الناس المخشوشين فوقه ده خليه يعتنقوه ولا يعبدوه، كباشي ده ما نافع. وياسر العطا ده ذاته ما نافع، مش العطا ده مش الكذب والنفخ والمجلس، ياسر العطا ده كذاب، ياسر ده كذاب، واللبيب ده ذاته كذاب، وزال اللي بيمرق هنا بيسوي لايفات بتاع حياه العمليات اللي اسمه وكردفان ده كذاب، اللي بيجي بيقول لك سبدد الله الرمي ده كله كذب، ده كله ده الناس كذابين، والمصباح ده كذاب، وشفت الكيزان ده تشد كذاب، وعمار السجاد كذاب، ومباراة قردول كذاب، وتاني منه إلا في ناس طير ساي راكبين الموجة بتاعت الحرب دي وبيكوركوا ساي، لكن ده المساكين فارات فلاقين ساي، أما البقية ده كذابين وقاصدين يكذبوا. الجماعة اللي شفت ناس اللي كانوا مع بيصوروا لما ود البرر كل يومين ما رجلينا معرج ده كذاب، واحمد شاكر ده مجرم، احمد شاكر ده عارف ده واحد من الناس المفروض يسألوا انه 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 سنار انه انه الجزيره سقطت كيف. احمد شاكر ده انا متابع حسي اختفى من جيبته سيرته. احمد شاكر ده في ذل عمك كبير راسه كبير كده جال حق قال له انت حاج راسك الكبير ده دارت مشوين، الذل ده كان مع احمد شاكر قال له اقرا لنا قصيده، قال له قال نسير في الجو ونمر في البر، ما اعرف لك شنو التماسيح لو عبرت بحر. الزول لا 10 دقائق ما تمت مدني سقطت بيجاي، احمد شاكر طلع فيهم درمان بيجاي، احمد شاكر ده وعارف ام درمان دي سقطت، عارف مدني دي سقطت كيف، ده واحد من الخونه، ده كلهم خونه وكلهم جواسيس وده كلهم مجرمين، ده كلهم كيزان اولاد، كيزان اولاد حرام الله اكبر عليهم، ده جد عليهم. شفت لو عينت لهم من اللي بيجوا وبين ازبيومي وشنو الحشرات دي، ده كلهم اولاد حرام، ده كلهم فروخ اولاد كب. طبعا كلامي ده الليله حيجيب لنا كميه بتاع جوطه بتاع هنا، ده كلهم مجرمين اولاد حرام، اول ما الذخيره تقارك اول ناس بيقوموا جارين ده هم، ديل هم اللي سقطوا الناس ودخلوا امامك الكبار ديل في المتاهه دي، ديل هم. ونحن تكلمنا وقلنا ان يا اخي الكيزان ديل اكبر مصيبه وفتنه دخلونا فوق الجنجوج ده، اكبر مصيبه هم عملوها ودخلونا فوق وخلونا نحن كمواطنين انه ننكوي بها ديل الدعامه ديل اللي هم الدعم السريع ولا الشيطان، واكبر حاجه هم عملوها وعملوها ناس مبارك الفاضل ديل، انا هسه داري يمشي يتحالف مع الجنجوج، مش داري يتحالف. طبعا في ناس يفتكروا انه مبارك داري يتحالف مع الجنجويد، مبارك ده بيشوف انه الجنجويد ده الحليف التاريخي له كأسرة حاكمة وكجدود وكناس عندها تاريخ في البلد دي، انه هم الجنجويد ده امتداد للدولة بتاعت المهدي للخليفة عبد الله التعاشي، هم شركاء في الدين وفي العقيدة، هم شركاء في استعباد الناس، هم شركاء في كل حاجة، انه البلد دي حق الجدود هم، والكلام ده تاني انتهى. مش تقول لي اسمه البولدوزر ولا اسمه الشيطان، شلوا البلد دي تتفرتك ذاتها، لكن عشان الناس مبارك دين هم يكونوا قاعدين ولا يحكموا الناس، وانا وكيد ردمت مبارك المره اللي فاتت مش عشان مناوي الحمار ده، مناوي ده زول عبيط قلت لك وبيستعبط، وناس المعاول المستشارين هم بيقول له عامل الحاجه دي، يعني زي زول يجي غبي في المدرسه والزول ده اصلا هو ما بليد ما بيفهم، لكن بتلقاه قبال ما الاستاذ يساله بيقوم هو بجايب اجابه شدره، لا هو قاصد، هو قاصد لانه هو ستوبد، يلا لانه هو عارف انه هو قرايته حبه، هو ما عنده مخ في طايقه ده، ما عنده اي حاجه، ده الشغل اللي شغال فيه مناوي ده. وحتى الصوره النمطيه بتاعت الغباء اللي بيقوم بيصدروها للناس انه الانسان بتاع غرب السودان انه يعني افهم زول فين بيمرق بشكليات مناوي دي، ده ذاته جزء من الجيم ذاته. يلا مناوي ده قاعد يهدم في الشخصيه بتاعت غرب السودان، قاعد يهدم في الناس الاس الطير الجارين وراه زاي بلاينا، نحن معاهم في مع المشتركه كجيش، نحن مع ضد مناوي كسياسه، ضد مناوي كتحالفات ولا كسياسه ولا كنا ضده،
نحن مع المشتركه ديل اولاد ناس ناس بوش ديل اللي بيموتوا بيحموا اهلهم ديل وبيحموا امهاتهم واخواتهم عشان ما يحصل فيهم الحصل في الجنينه. نحن معهم تقال نحن معهم عشان سوداينهم هم، نحن معهم عشان ناسهم ديل ما يتم ابادتهم. ما زمان نحن ما كنا قاعدين نقول السلام ده فارغ ساكت، والسلام ده حيزوق له حرب وحيفرتق البلد دي. المعرسين بتاعهم ديل خالد كبير اجت هدايا، خالد كبير الدكر اجت هدايا، هسه كلهم بيطبلوا له البرهان ليل ونهار. خالد كبير الدكر اجت هدايا، خالد كبير اللي بيحب الجلاء. يا اخي انا ما باعي للسياسه انه انا احبك ولا اقراضك. خالد كبير عملوا له انت ما بتفهم، انت ما بتفهم، انت زول حمار سايقينك بالخلع عشان كان تولع النار انت، عشان انا انكويبانا، انا كده كده انكويبانا، لكن اخف قدرا لو انت ولعتها، لو انت كان ولعتها كان الجنجويد حيكون في الكفه ديك، كان السلاح والطيران والبرهان والجنجويد هم وكلاب وعمسيب وناس حياه عبد الملك وكل الطير ديل اللي هسه عاملين فيها انه هم ضد الجنجويد، كان كلهم ضدي انا. ونحن كلنا اغليه ونحن ما نمتلك لا حول ولا قوه. نحن ما عندنا اي حاجه، والدليل هسه الحرب دي شفتها، نحن تم تفجيرنا من يوم نميري جا ركب الدوله السودانيه دي كانه نحن جدودنا شيوعيين. مجرد ما نميري جا ركب الحكومه دي نحن تم تفجيرنا، ومجرد ما عمل الانقلاب بتاع حاج ملاطه ده وناس حاج ملاطه فشلوا في انقلابهم والحزب بريء، طبعا انا عارف التاريخ ده وقريته ومتاكد منه كويس، الحزب بريء من وعبد الخالق بريء من الانقلاب بتاع حاج ملاطه وبتاع الناس من اليوم ذاك. نميري ده الجماعه اللي عملوا انقلاب ضده، نميري ده دمر قبائلنا دي، مش حيتحالف مع العروبيين، مش حيتحالف مع الناصرين، وحتى للاسف داخل الحزب الشيوعي ذاته في ناس عروبيين وفي ناصرين. التحالف بتاعهم ده دمرنا نحن، قطع على تاريخنا كله، دمرنا يمين على شمال، دمرنا نميري ده ومكر الكيزر وجتهم الناقصه، انت قال نحن ما عارفين الحاجات دي. المهم انا بحييكم وشاكر جدا، وبتمنى انه الناس يواجهوا البرهان، الناس يواجهوا دغري، ونحن مع الجنود التحدي، نحن مع القياده دي ما دايرين. ويا زول بيجي بيقول لك انه المشكله في الجنود كذاب، المشكله في البرهان ده وفي ناس دي، الجنود دي اللي بيموتوا اللي بيدفعوا الدم، ما شفنا زول الليله جا قال انه يا اخ ولدي انا ندمان انه ولدي مات في الحرب دي، ما في، لكن البرهان وناس دي هم الخايفين، وهم لو هم مات منهم زول هم حيندموا. لكن نحن كشعب السوداني وعامه الناس عامة المواطنين الحسي اللي ودوا اولادهم استنفارات والجيش ابى يسلحهم في الجزيره هناك، الناس دي نحن معاهم غلبا وغالب في كل مصائرهم. حتى لو جينا بعدين البلد دي بعد ما الجنجويد فات والبلد دي انتهت لمصائر يعني دخلت في حته بتاعت انه كل اتجاه يمشي نحن معاهم، عشان ما تيجي تقول انه انا بخشك ولا انا داير اشتري حاجه بالكذب، نحن معك في كل خياراتك، لكن هسه الان الجنجويد ده ما يمشي ما يتمدد، مش عشان انت احسن من هنا، لانه الانتهاكات والنفس البشريه دي واحده، لانه نحن ما زي ما نحن هسه واقفين انه الجنجويت ما يخش الفاجر، ونحن داعمين انسان الفاجر، ونتمنى انه ناس كورجوكولا وغيره يجي يجيبوا ثاني، ونتمنى انه كل الناس زي ما كان بتو في المشتركه، ونتمنى انه خطابات القبليه دي تتراجع لورا عشان الناس يتماسكوا بس نعدي المعركه دي ونهزم الجنجويت، نحن معاهم. لكن بعد ذاك انت مخير في خياراتك، دار تيجي تعلن انفصالك، دار تسوي نهري وبحرك، دار تسوي دولة الجزيرة، أنا ما عندي أي مشكلة، دار تسوي دولة كردفان، وطبعا بدو ناس الحركة الشعبية اللي هم في تيار داخل الحركة الشعبية هسه شغال في انفصال، والناس هسه بينبذوا الناس بالعنصرية ديل هم اللي هم بيشتموا الناس اللي واقفين مع الجيش وبيكتموا الناس اللي بيجيبوا مع الجيش، ده تيار عنصري داخل الحركة الشعبية، التيار ده هدفه ذات تيار انفصالي. طبعا ناس الحركة الشعبية انا الليلة ما حبشتهم وجليتهم، لكن في تيار ذاته اسمه شنو كريستيان زاينيزم ده قاعد جوا الحركة الشعبية، ده ما داري يزول ذاته، ده ما داري يزول، ده داير دولة وبراوي يفوت. يلا نحن عارفين الكلام ده كله، لكن خلي الحرب دي تنتهي بعد ذاك تمشي، ما ممكن انت تطعن في ظهرنا تكيف مع الدعم السريع. نحن مواطنين، نحن العساكر اللي شايلين بندقات، نحن مواطنين، ما ممكن انت تيجي تقف مع الزول اللي بيجي بيخش بيوتنا بينتهكنا نحن. انت المفروض يكون عندك اقل شيء اخلاق سيء، ونحن ما ضد انك تنفصل طوالي، تفوت محل ما برا نيك محل ما ماشي امشي، ما في زول بيمسك زول عشان يقعد في وحده بالرجاله، اي زول داري يشيل تراب يفوت. انا المهم شاكر لكم، وانا باسف جدا للالفاظ اللي قلتها، لكن يعني كان لازم اقول الكلام ده لانه الحاجات دي واضحة، نحن شايفينها، كان في الكلوب هاوس، كان وين، نحن عارفينها، تنفصل، تنيك، تعمل دول ما يهمهمش، نحن ما عندنا لأي حاجة،
مش تقول ليه فاكل لنا غنم وناس هم مستلبين. انا شوف المشكله هم ما بيفرقوا بين الاستلاب. الاستلاب ده في 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 تفسيره انت اي حاجه خارجيه انت خليت حاجاتك انت كسوداني ولا كمواطن ولا كيناي وقمت علقت نفسك بها بهويتها هي سلبتك من ذاتك. الاستلاب ده مش استلاب عروبي بس الطير الوهم دل ومش الاستلاب ده مش استلاب افريقي بس تمشي تلبس لك جلابيه فوقها قرع او لا جلابيه فوقها طماطم ولا جلابيه فوق بالدغه. الاستلاب ده اي حاجه انت خليتك خليت ذاتك مشيت تعلق تبا كان بقى خواجه كان بقى عربي كان بقى شيطان رجيم اتنازلت من هويتك السوداني مشيت دخلت نفسك في هويه جديده انت مستلب. كلهم مستلبين كل زول احنا تكلمنا معه كلهم مستلبين بيع بقر ادم اسماعيل شد عليه من اول زول لاخر زول كلهم مستلبين حريقه في ميتين ابو جنزة.